بسم الله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آل محمد وصحبه وسلم. وبعد، إن شاء الله تعالى وحنسي ودينا دروس رمضان كعشر كي سدحات وحنكسر شاكيني فوضى إيش الصون كأولي هاي وحن أسوق جذبنا قيب قصص فوائد الصون كأولي هاي فوائد الصون كحكم إذا الصوم يجمع أنواع الصبر صون كحوجة مع صدا نوعية الصبر كه مركا بشان وبالصبر شهر الصيام وشهر الصبر مع شهر رمضان وشهر الصبر سداس دراد وحياة محل لو يري وحكجر صون كان دحديسا وفيه صبرا على ضاعة الله وهو الصيام وصبرا على عن محارم الله وهي المفطرات وصبرا على أقدار الله صبرا على ضاعة الله يا كجر توصومي تانك ضاعة الله اللي قو صبره بشان انت اللي قجر دتك وسمعين عيا سومي تانك وصبرت ضاعة الله اللي قو صبره يقا جدي اي اونك اي ترك الشهوات او حالو عبادي سنايا ضاعة لله سبحانه وتعالى وصبر سيدوك ترك المحارم المفطرات وحيابي أفرنا يا لقتك آية عبادة دراديد أثناء اليوم مالنت دحديدي سيدو كلا وصبرا على أقدار الله قدرك إلهي أولو صبره محلو صبر آية من الجوع والعطش باهدي يقاجدي أولو صبر آية قدرك إلهي أولو صبره آية سيدو دراديد علماء الحيدة هين صبر كنو عيدي سؤالا بشان ويجمع ساتي إلهي نحور إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب صابرين تأجر كود إلهي وحقوقه فيها حساب الآن سيداس درتيد بشان وفضلق بدن وقيمها بدن وانتها سوء فائداء آله فوائده معناها وحيابها فائدونك إلهي لو حاكمت الصوم يترتب عليه فوائد صحية صومك وحاكدها شوف فائدوين عافمات فائدوين عافمات بسبب تقليل الطعام والشراب وإراحة جهاز الهضمي قفك مركو وراحة يعلوشيس وعنتدي وكل ذا سنة كنا كنسيه جرك وحودري ما يا عافمات وحنا كبح يا عذ رب ذن إيو حيا رب ذن وكل شيء جرك يسا إله وقبع بينا يا علاج ونغناية سيد علماء الشركتي إن لسكوا فخسية سيد قال الصوم عبادة لله تعالى يظهر بها من كان عابدا لمولاه ومن كان متبعا لهواه صومك وعبادة ذاتك اللبن عقل الصاريس قف العابدة يقفها والراعة قفك العابدك يقفك هو عابدك ويكلا ساريسا قفك العابدك وقاجونايا وقومايا وصبرايا إلهي درتيس قفك هو عابدك أمرك إلهي يعاسنا بريس درتيس أمرك إلهي يعاسنا بكير عبتانا درتيس أمرك إلهي يعاسنا إنو حاران عنا درتيد أجاد إيسيقاري قمري عبد دراديد أمرك إلهي يعاسنا إنو فاحشو يفو الحمل يماذ في نهار رمضان مركا كي هودي سعابدي يكي إلهي عابدي ولقوك لسارايا فرأيت من اتخذ إلهه هواه وقف إلهي عابدا جري قف إلهي وسيجي عبادتي أو هودي سعابدي مركا قف دات كاسنا اختباري أتهي بشانو سلا سادتك لقوك لسارا قفك مسلمك ومؤمنك وكن هقانسان إلهي أمر كيسانا عبدي عسان قيب تسديان أقود من فوائدة وحن أقود بينا قيب كسابسا خسائس شهر رمضان خسائسة بشهر رمضان كحيابة بلاها كلك بدل أنت أما بلاها كلا أي دارتها أما بشهر كلية لغيها له وبل كلا لغيها لأي سنجرين خسائس تيدو حاكم ده أنزل الله تعالى فيه القرآن شهر رمضان إلهي قرآن كسود الجيي قال تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان شهر رمضان الذي كيوا يري أنزل فيه القرآن قرآن كلا سودجي هدى للناس وبينات حالو يهانون مدتك وهي عديمه من الهدى والفرقان إلهي مركم حكو أمان شهر الصيام من بين سائر الشهور إن قرآن كلا سودجي سلاس درت بشان وحب الله درته أرنتاس قرآن كوحال سودجي رمضان قرآن كوحال سودجي هبين رمضان ككمدا ليلة القدر الليلة إلهنا قرآنك وكشك إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين وحن سود جني قرآن كان في ليلة مباركة هبين بركيسا هبينك بركيسا وهبينك في سورة الزلزل وحلا إنا أنزلناه في ليلة القدر سورة القدر وحكلها إنا أنزلناه في ليلة القدر قرآنك وحن سود جني هبينك ليلة القدر ليلة القدر وليلة مباركة
ليلة القدر وليلة أوير إلهي فيها يفرغ كل أمر حكيم وهبينك لنا ليلة الحكم هي ليلة القدر على الصحيح سلا سانا صحة شعبانك كمجرته هذه شعبانك كجرتنا مصيبة موضو من كجرت بها شعبانك وحان لنا ليلة القدر هي ليلة الحكم وهبينك فضل قبضن إلا الرادينا اللد عيسانا إلهي لقبر ياه النبي أوير صلى الله عليه وسلم راديا وليلة القدر وهبين أدو فضل بدن هبين كاس مركوا ليلة الحكم سله هبين كاسة سلاس درادة مجرت وحش عبانك كجرة مصيبة أما بلايا أو لقدح رادينا أو لقح ولا قش مجران قلب كاس مركوا محي قرآنك إلهي وحسود جي ليلة في شهر رمضان تسوى قارهان بشان وحي لقونتها سلو كلا أنزلت الكتب الإلهية فيه كتبت كلا إلهي النبي دأوسي وحال سود جي دمان تود وحال سود جي ليلة القدر دمان تود وحال سود جي ليلة القدر نبي سيد لقوري وكورينا إنك الدواثلة ابن الأشقع وحليها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنزلت صحف إبراهيم في أول ليلة من رمضان صحف إبراهيم وحال سود جي في أول ليلة من رمضان هبينك أقول رئيس رمضان كالحديث على سود جي وأنزلت التوراة لست مدينة من رمضان أيضا كتكتي لحبين رمضان كالأسود جي والإنجيل لثلاثة عشر خلط إنجيل كالسدح يتمنها بين أيضا بحذي ومن رمضان وأنزل القرآن لأربع وعشرين خلط القرآن كانوا حال أسود جي أفر إلى باتنها بين أيضا تكتي ومن رمضان عناها بين كشان إلى باتنها على أسود جي أو وترك أردت أزمركم حيث السنة كتبت إلهي سودجي أو دانو النبي دلو سودجي وحال سودجي في رمضان سيداس حديث كازنا ومسند إمام أحمد وكو قرني هاي شيخ الألباني وحليها وهذا إسناد حسن ورجاله ثقات مرك حديثك وحديث درجة وناكسن له وحونا نتوسينا يا قودهان فإذا دا ولي هاي بشان خصقصة قارهان فضيلة إلا دا بشان رمضان قضب كالسدحات تفتح فيه أبواب الجنة بشان مركز الجو البابات الجنة لو يفرهم بشورا يا قلايو يا دلبنا يا باقي الخير أقبل قفك خير ربو سوى قابل للي أعماش خيرك يا أسبابت خيرك أعطنا إلهي أفوذي تغلق فيه أبواب النار نار ترده دنا والحرا بشان وقضبك أفراد قضبك الشانات تسفد الشياطين ومردة الجن شياطينتي هي مردة الجن جنا والكتين ذي وسلسلة حديث غركود لها وشيك دونا قضبك اللحات تفتح فيه أبواب الرحمة بشان الباب الرحمة سي عجيب له اللوفرة سلام هي حتى مدلع الفجر تفتح فيه أبواب السماء سماء إرده دنا والفرة بش على تنتو الضباط أرنت السديدات ينادى فيه مناد يا باقي الخير أقبل ملك أنادنا حديث غركودنا لها ملك وحوليها قفك خيرك الربو سو قابل او بشان كفائيديس وفرصد ويا باغي الشر اقصر متك شرت دون ايو عشون قابسو او جوك اسكو هلاك سمينو بشان فرصد ديكو سيغن واشالين دون تاي قلبك الساقار لله فيه كل ليلة عتقاء من النار هبين والبو الهي وحو ليه دادو النار تكو حري ارنتان احاديثان اتوسينيس ساقال قدب متهي حرين وحان اوسو شاقني ساقال كان قدب حري وحان اوش شاقني سدح عندها شن وحكود دريسة اللحن الآن معنيه دوام حي ساسا وحكوق ابناء سقال قضب اسكود جوغنا سقال كاس قضب حديثة تسنس حديثة أبي هريرة رضي الله عنه وحوليه أنه قال إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وحويري أو النبي كوري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا كان أول ليلة من رمضان سفدت الشياطين هبينك أقول رئيس رمضان كمرك الجو شياطين توالا حرحرا والشياطين توالى حرحرا سفدت الشياطين والأسفاد القيود سفتك وحالو لجيدا وقيد حركال وقبتا وسلسلة حديثة قاركونا ديس والى كتينا ديا سفدت الشياطين ومردة الجن شياطين تيا لكتينا ديا ومردة الجن جنك كوة ماردين تا مدحة عدك من كل شيطان مارد قرآن وقارتين شياطين النوعية كميدة او قصة لدن مسلمين او دب بدن او مدى الدنيا الجوك تفسادك ورساد اقوه الهي كواسنا وحرايا سفدت الشياطين مركا ليري دادك قارا وحيديه كران
شيطان ولا حراد هذين علماء ذاتهين أيق قاركود النبي جم ربان إني لا أذان موقته وحين النبي قديه العين علماء ذي كل ضادان ضد الدين تديدان وحين كله إنك ولا حراد هذين حيث هذاتك عن تدعوناي حيث هذاتك ساسي لاي ومنكراتك دعاي هذه شيطانك اللي حرم منكر محو دعاء شيطانك ولا حرا لك شيادين الجن مرددوا ذا الحرا شيادين الإنس لا محرم سيدو كلام مردة الجن والنبي والشيخ صلى الله عليه وسلم مرددي يا الحري كو أتكا وقو قلف سنة وقو حوقرونا دومينتا إيا باديينتا إلى كواسا الحري سيداس درادت وحاجر تشيادين الإنسي وشاقين آيان ومنكر كأيغا إسفراي وحو إيشيغي نين أوضايا وسركال أهانجري عيدمات الصوماليا وحو رحيلي ميل حدودة أندو فيس وقجرني oo ziyaradan Itoobiya Soomaali u dhaxayso ah waxa dhacdo yiri dadku askarta ayagu iska gaajoon duruufna iska jirto garaamuhu ku xun yahay ahdana Ilaahay wuxuu waafajin jiray way iska soo mi jireen nin ma soomaa aha jiray yiri markaas wuxuu sameeynaay maalinta Ramadaanka marka la joogo cunto soo karina baasto soo karina markaas haye marabta soo dhow ila cun dadku ku wareejinaya waa sheeydaan marka shayaadin jin iyo maradatul jin ya la xiree shayaadin insi lama xireen arintaas marka dadku waa inay ogaadaan marka waxa la xiree waa maradada la kulluhum lama xireen masalaas waa in la ogaado waxa loo la jeedaa taqliilu sharri culuma ku macneys maradatu shayaadin la xireen macnaha sharta yaraanaysa waaye ee sharta dhana la soo dabar gooy meesha kuma jirto raga qaar koodana dhayn maxay sharta ma dhamaato way dhacaysa sanadka oo dhan laan معايا الأسباب أن شياطين تأهين عجرته كالنفوس الخبيثة والعادات السيئة والشياطين الإنسية سد حزب ويكون جوغان نف خبيثة أي حاران تكو كورتي أي حاران تكو بربارتي أي حمان تعادك كدقت ماذا علين كرا عادات كحن يدقن حميدة دادك يقانان أفكي قبي جري الشره عنتد كوان لا دقيقتك استأفكي سبدر كوهين جري ماذا كعلين كرا رمضان إيه رمضان الآن سيدو كلا دادك شياطين الإنسية ماذا جوجين كرا إنسيك الشياطين اللي هي والسكوة فخصين هي سلاس درادت مركز سفيدة الشياطين ومردة الجن وهالكاس قضب وغلقت أبواب النار نار تلده دين والحرا موجدة فلم يفتح منها باب الباب نلقى مفره وفتحت أبواب السماء وفتحت أبواب الجنة جنة إرده دين والحرا فلم يغلق منها باب الباب نلقى محره فرصة سومها نار توالقى حرايا الباب بديد ولاقا حرايا شيادين تددك وقيريس ولاقا علينايا حوقودي محاكوها راي إن النفتات كات كات إن الشيادين الإنسي إسكعليس صاحبك حن إنك الدكتوراتو وينادى مناد يا باقي الخير أقبل مدنا دينا يا وحوليها مركز خير دون وسو قابل ويا باقي الشر أقصر ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة مركز قضو بدأ عن صوت شاقني إسكو حق حقي إلا أن برسقال عن ترينين مشهد كود عادي وفي لفظ للبخاري وفتحت أبواب السماء سمد إرده على فراء يا لكن فرصدت يقانا يا قرت إنه كفى إذا استوقف إلهي خير وفجيه وفي لفظ وفتحت أبواب الرحمة رحمة الباب الذي على فرنا على فراء يا ساسوري سيدوك له وفي لفظ وعكسه للبخاري ومسلم وسلسلة الشياطين شياطين تيا لكتينا ذينا مركا أحاديث تسمحين وقو بشاريني bishaanu waxaan tusay waxyaabo badan ay bilaha kala gooni tahay oo qiimo leh oo farxad leh oo fursad ah ay Ilaahay dhaxdhigay laakiin yaa ka faa'iideysanay yaa ajiibaya waan ma u jeedaa nina yiri laqad asmaacta law naadayta hayyan walakin la tunadi illa la hayata liman tunadi wuxuu wad maqashi way maqli lahayn dad nool hada warkaas maqlo لكن دتك وح مقلع وح كمدة دا نولين لا حياة لمن تنادي بك إلهي نجمد كواس قفك مسلنا ونولية قفك إلهي حسو ونولية كان أهل الصلاة ونولية قلوبتي إيمانك كبوحة موجد دتك سأجيب إن شاء الله تعالى كوشر وديال أجيب إنه ويجرا قدوك التبنات خصائص تبشر رمضان كلا شهر رمضان فيه ليلة خير من ألف شهر هابين كنها كغير بدنا كجرو نبي صلى الله عليه وسلم رمضان كما ركوا سوق من حديث أبي هريرة وحلا قول شاكي إنو ديه جري أتاكم رمضان رمضان إذن يمت شهر مبارك بل شهر أو مبارك إذن إمادة فرض الله عليكم سيامة إلهي سون كيسو إذن كواجبي
تفتح فيه أبواب السماء سمد إرده على فرة وتغلق فيه أبواب الجحيم جحيم إرده على الحرة وتغل فيه مردة الشياطين شياطين تكود ماردين تا على كتين دينا لله فيه ليلة خير من ألف شهر إلهي وحكود حليها رمضانك هبين كنها بدك غير بدن من حرم خيرها فقد حرم قفك خير كذا لقى علشو ولا سيجيو خير لنا لسيجي ولفظ أحمد تفتح فيه أبواب الجنة بدلا من أبواب السماء إمام أحمد لفظ قيسنا وحكو قرن تفتح فيها أبواب الجنة لفورا وعن أنس رضي الله عنه قال وحور دخل رمضان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رمضان سوق لي مركز النبي وحوري صلى الله عليه وسلم إن هذا الشهر قد حضركم شهر كان وإذين يمد وفيه ليلة خير من ألف شهر وحانا كل حجر بل كخير بدن كن بلوت من حرمها فقد حرم قفك خير كيدا لسيجيه والنسيب كوايا نسيب كيس كسيغا فقد حرم الخير كله خير ودنا لغر يا بي ولا يحرم الخيرها ولا يحرم خيرها ده ولا يحرم خيرها إلا محروم خير كيدنا لمسيجيه إلا مد خير بلاه ما هنا حديث ابن ماجه وري الباننا وحكوت المامة إنه يا حسن صحيح في صحيح ابن ماجه قال بك كوي تمرات رمضان تجاب فيه الدعوات خاص أهان وحيابي بشان أولا لو حكم ذا رمضان كبريوين كوالا أجيبا إلهي إن آيات كرمضان كمركو كهدلا يوحيري وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان كان إبريايا بريدي سواء أجيبا مركو إبريايا موجدة أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي أنيقا هاي أجيبان أيقنا أمر كيقا حقاتان وليؤمنوا بي دادك هاي رميانو لعلهم يرشدون إن لها نونيو غيرك اللغوها نونيو دعي كرتي وحي مدينيهن إن غيرك اللغوها قو موجدة آيدا سمحي الله هاي إبريا منها أنيقا هاي ويدستان وحي مراد ليهن فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان من هذا الكاس محو عاد آيات اسمحينا بريسا بشان رمضانك وبلدو عادة لأجيب آيات داسنا آيات داسنك نحذو دا لغو الشاق سيدو كلا أبي هريرة وحال قوري أو أبي سعيد الغدري قال وحوري قال رسول الله رسول كلاهي وحوري صلى الله عليه وسلم إن لله عتقاء في كل ليلة لكل عبد منهم دعوة مستجابة إلهي وحوليها أدومون نار تكحوري هبين والبؤ رمضانك لكل عبد منهم أدن والبؤ كمدنة دعوة مستجابة دعاء أجيبا ينوو ليهي ساسو الله النبي صلى الله عليه وسلم موجدة حديث كاس أدراف المحققين مسند كوحير هذين كوشيغان حديث أدو في عنواي حديث كاس محو ليها مركة وحو عدينا يا إن دعاء لأجيبا رمضان حافظ ابن حجر وحوري يعني رمضان في كل يوم وليلة أو رمضان كمدة لو لجدة ولفظ البزار عن أبي سعيد الغدري وحكوس سجن قال رسول الله رسول كلا يحوري صلى الله عليه وسلم إن لله تبارك وتعالى عتقاء في كل ليلة في كل يوم وليلة إلهي دادو نار تكحر يوليها في كل يوم وليلة هبين يمالون والبو أو رمضان كمدة يعني في رمضان وإن لكل مسلم في يوم وليلة دعوة مستجابة مسلم كان هبين يمالون والبو رمضان كمدة نحذو دوحوليها دعاء لا أجيب أيو مركينا إلهي برنوا أم بريدة بدنه حديث كبزار وري الباني وحكوت المامي رحمه الله تعالى إنه يهي صحيح لغيره إنه يهي صحيح لغيره سيدوك عن جابر رضي الله عنه على قوله قال وحوري قال رسول الله رسول كلاه وحوري صلى الله عليه وسلم إن لله عند كل فطر عتقاء وذلك في كل ليلة إلهي وحوليه كو نار تكحوريه أفرك أكتيسة أرنتاسنا وهابين والبو مركا هابين والبو وهابين ندر رمضان كمدا فرصة غالية أميش هستاغن موجدة حديث عن إلهي صحيح لغيره حديث كاس مركا محونا برا خاص أهان أرنتاس محينا برا رمضان كدعاء لا أجيبه مركا قفك الدعاء دا كده دالي واي وإلهي سأقولو من وايو لك كودي واي وإلهي سأشيغن واي باهدي سا وقو أوين واي سيدا عنو قير وقو أويو ugu sheegan way baahidiisa sidoo ma taqaana ugu mudan in la ugu sheegto ay tahay waa doqon waa fursad uu isseejiyay culimadu waxay yiraahdeen marka ilaahay muraad ka leedahay sida cunuga hooyadiis ugu ooynaayo
كدرن أوجوي إلهي هيدا وكر رحمة بنيه موجودة إلهي هيدا وكر رحمة بنيه وحلاق دي رحمة إلهي ورحمتي وسعت كل شيء ورك إلهي جعان إبرة مسلم ككمسو عليه دعاء ذو أجيبة ورحمتي وسعت كل شيء جعان إبرة إلهي ككمسو علينا مرك مراد ملا ذا هنون مرتا إلهي بري فقر مكو هايا إلهي بري المجر مكو هيسا إلهي بري مجرنتها إلهي بري مرغوين مكو هايا إلهي بري بشان وفا إليسو إن آد حركب بدنو كو حرناي آد سكفر فرطو أو أسبابتي التي ماذا إلهي إن شاء الله تعالى كدعي ما يوكو أجيبايا بحول الله وقوتي قرب ككو إيطوبنات إيو حيابها بشان لقاركة تهي الشيقاي وشهر رمضان تجاه فيه الدعوات انت سان اوغو قد بينا وحان اوغو قد بينا قلبك الله بيطوبنات شهر رمضان شهر الذكر والشكر وبالإله اللي حسوه ولوينيوه وبالإله اللي مهد عليوه سيداس دردد آياتك صونك مركو كهد لاي ويا أيها الذين آمنوا كتب عليكم السيام بالله وحلق سود مه ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون مرك إن إلهي اللوغم مهديو إلهي ليه إلهي إن لم مهديو وحق ليه إن لم أمانه إلهي وحق ليه إن شرفتي سيئو لشيغو هيبدي سيئو إن رحمتي سيئو موددو ونوقب إن سكشي كينا أباحنا سيان أنقونا قلبي جينا رحمت ودريمه وإن إلهي أغم مهد علينو قلد دو ونوقل إلهي إحسانك ونسي قلد دو ونسي يا ترينكرا مهد حق ونوقل ليه موجدا ساقا مدن اللو مهد عليو محايا لي وحي علماء يرادين وما العمل ولو عظم يساوي نعمة البصر هداد وحو البسم إيسو هداد مانتو دن سجود لحظان سنة سجود هداد لاتي مال هداد عمري قاقا كودا ميساتو تسبيح إيه تحميد إيه سجود إيه الصلاة إيه الصون هداد كودا ميساتو إلهي إيش أوكسيه كما مهد علين كرتين أراكتيدا إيش أوكسيه كما مهد علين كرتين قروح ذا أكوس من جمال كجيرك كمان ما هاد علين كرتيد ودناها أنت حركة أو سمينا كل هذا دقيقة أنت بيئي سفينيس كمان ما هاد علين كرتيد لغها أنت هولا أكو هايان كمان ما هاد علين كرتيد تمها سيد إلهي أمة ملاي دقيقة دول بيقصوا دلنا أديكم موك حنون نيسن كوجهين عذر نيسن كوجهين كمان ما هاد علين كرتيد وأنت عدوا نعمة الله لا تحصوها موجودة نعمة إلهي سوكم مرك ولا علكم تشكرون إلهكم هذه إنه بشان كسو قارسية إنه فرصدان كسية إلهي وما هاد علي شهر رمضان شهر الصبر قرانا وقصو الشكرا بشهر رمضان كو حيلا قارتها شهر الصبر والنبي كو مقعابي صوم الشهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر يذهبنا وحر السدر أو النبي صلى الله عليه وسلم بشهر رمضان شهر الصبر إلا الصوم شهر الصبر يا ليلة وشهر رمضان وشهر الصبر إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب صيام شهر رمضان قدوا كفر يتبنات صيام شهر رمضان يكفر الخطايا دنبي بربرس واي دنبي قال ليس قد ما حسنة كان دبالات ما قفر سي منكر ما قد دقي ستحمانة ما قد تابتي ما قد كورنتي ما قد أسعوتي ما قد سوقاتي بلاي شر أدقى عنت هذا ميل ميل وقوري سي بشان وبش اللي دقدقان لها لاستهيرين لها حبناها جركة لقنا ديفين لها آثامتي دنبقة النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبو هريرة وحلق وري إنه يري الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر وحوري صلاة لها شنتاء إيه جمعة إلى جمعة كلا لقار إيه رمضانك دنب بربرس واي هذه كبيرة لقفوا قال كبيرة طوبة وباهنتها قلب كشان يتوبنات شهر رمضان تغفر فيه الذنوب ذنب قال دافا لحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال النبي إنه يري من سام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وحور قفك الصوم بشهر رمضان إيمانا كصوم إيمانا حلول جدا من سام رمضان تصديقا بما جاء في ذلك من نصوص الكتاب والسنة أسوغو الرميسان wixii ku yimid oo lagu sheegay fadaa'il ah oo nususta kitaabka iyo sunnada cadeeyeen oo fadli ah asagoo rumaysan qofkii sooma wax tisaaban ajir xisaabsanay waxa loo jeeda man saama ramadaana ihtisaaban waxa loo jeeda taaliban li thawabillah ilahi abal markiisa asagoo dalbanaya
ورغبة في الآخرة آخرة دونا قف كي سوما إيوالا سوماي إيان لغو أركن ماها وحو سوما إلهي درتس إيا آخرة دوناشو إخلاص إيالا درتس أسوما وحو رغفر له ما تقدم من ذنبه وحالو دافا ذنب جيس وحي إيه إيه الرئي قلب كل حي تبنات شهر رمضان حديثكم متفق عليه حديثكم هري شهر رمضان أعظم الأوقات التي تغفر فيها الذنوب حل دافو ذنبك حليد أقوين وبشن رمضانك سلاس دراد النبي صلى الله عليه وسلم حديثك أبي هريرة لقوريناي وحوشي النبي من بركة كري عليه الصلاة والسلام وحويري آمين حدنا وحويري آمين حدنا وحويري آمين فقيل يا رسول الله ما كنت تصنع هذا سيدان ما يلي جرين محاد عي أدو آمين ستي فقال وحوري النبي صلى الله عليه وسلم قال لي جبريل عليه السلام جبريل وحويري رغم أنف عبد دخل عليه رمضان فلم يغفر له قف ذلها كدعو رمضان أو سوغاري هلالي أن دم بجيس اللي قد دافن بشا وناق أوليمد إلهي دم بداف كسينين هدو اللوبو فقلت آمين ثم قال رغم أنف عبد ذكرت عنده فلم يسلي عليك نين لقوقوك حسي والنبي يوم مقعاق لقوقوك شاقان كوكسلين هدو اللوبو فقلت آمين ثم قال وحور رقم أنف عبد أدرك والديه أو أحدهما نين هدو اللوبو لبدي سوالدها لالي أم بمتكود فلم يدخل الجنة فقلت آمين حديث كاس محو شيغايا حديث كاس محو شيغايا إن نبي قفك رمضان هلالي دم بداف نواي ويهي قفك السارة حديث كابن خزيمة يبقاري في الأدب المفرد وكوريين شيخ الألباني نوحوري حسن صحيح جزاكم الله خيرا مركم حان لينهاي أن كفا إذي سنو أن أغان بشان وحيابه بلاها ديرتهاي مركي علماء اللي والرمضان يمد رمضان يمد دادا عنتكو مشغولي ورعنتما إهي وردينتها لغو مشغوله وردعالها لغو مشغوله والقرآن لغو مشغوله استغفارتها لغو مشغوله قبلده الله بطه قبلده هلو جيست جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.